يلا يعطيك العافية. ماشي. اوكي نعمل هسه عملنا ريكوردينج، نعمل شير سكرين. فهي وانا ال اوكي اذا حكينا عن امور بحثية تقريبا في الريسيرش، ووصلنا للهايبوثيسز هنا اللي هي اول هايبوثيسز. بيكون طبعا في عدة طرق، هذه طريقة من الطرق، ما تفكروا انه the only way، انه بعد ما تكلم عن اول متغير هو بده يقيسه اللي هو staff selection، هو بده يشوف، هو حر، هو بده يشوف انه الستاف سيلكشن هل هو له علاقة وبيأثر على ايش، على وفي positive influence من الستاف سيلكشن على ال entrepreneur، على ال intensity of corporate entrepreneurship. يعني معنى آخر هو بيقول أني أنا بفترض في دراستي هاي من خلال المراجع اللي قرأتها ومن خلال ما قدمت من دراسات سابقة، بأنه staff selection، انتقاء الموظفين بطريقة حذرة، أن يكون selective in selecting the right people with entrepreneurial or innovative characteristics or features، هذا بيقودنا إلى أنه الصين عندنا المؤسسة الكوربت انتربنورشيب تتعزز داخل المؤسسة. هو بده طبعا لما نقول فرضية، احنا لما نقول فرضية بنقول أنه بدنا نختبرها، يعني نيكست المنهجية دورها تختبر هذه الفرضية بأدوات طبعا إحصائية أو بأدوات معينة، إما بيكون كوانتيتيف أو كواليتيتيف، بس هي فرضية، بناء الفرضيات يحتمل كوانتيتيتيف أناليس. اوكي اجل النقطه الثانيه staff development and training. اوكي فبرضه قدم، قال لك انه staff development and training قدم شواهد من خلال الدراسات السابقه بانه it's very important for corporate entrepreneurship small and medium size enterprises. هاي قال لك هون beyond ensuring employees entrepreneurial abilities through staff selection criteria, appropriate abilities can be acquired through training and development. مين اللي حكى هذا الحكي؟ هذا امابيل 1988. هل حكته حرفيا؟ لا، حكت الفكره موجوده عندها يعني. And كاندولا 2006. In general, training and development are critical for the firm's performance. طبعا هذا على ضوء ما قالوا هذول الجماعه. And competitive advantage. Okay. In addition, training can overcome the factors that decrease employees' job performance and satisfaction. فكل حكيه بتعلق في الـ employee training and development، وبيبدأ بالحديث عن هذه النقاط وهيك، وبعدين بيجي هون حتى يأكد على الموضوع بشكل مكثف، وبعدين زي ما انتوا لاحظين هون في جداول، وبيظل يحكي حتى يوصل لقناعة أنه يطلع فرضية ثانية. هاي الفرضية الثانية اللي هي نفس الشيء بيقول staff development and training that focus on entrepreneurial facets positively influence the intensity of CE، يعني corporate entrepreneurship in small and medium size enterprise. خلص منها، بدخل بالمتغير الثالث اللي هو المكافآت، ونفس الشيء بيحكي من خلال الدراسات السابقة اللي حكوا عن المكافآت، وبتعب وبهلك في الرجوع إلى الدراسات السابقة والأخذ منها بطريقة أو بأخرى، بطريقة علمية طبعا، حتى يوصل للفرضية الثالثة اللي هي staff rewards إلى آخره، تقود إلى كذا كذا. بعدين هو أضاف عن العلماء الآخرين إضافة نوعية اللي هو special assignments. وجد أنه في متغير رابع من الـ Human Resource Practices اللي هو Specialist Assignment. Specialist Assignment Based on Miller Friesen's 1982 Empirical Findings, we assume that another important impact on the level of CE is the notion of Specialist Assignment. شو Specialist Assignment؟ That is Management Experts and Engineers. اللي هما المانجمنت اكسبيرت اند انجينيرز، هذولا بيكون دائما عندهم سبيشاليست اساينمنت. ان جنرال سبيشاليست كان انتسيبيت اند استيميت سبيسيفيك بروبلمز ايرليير اند ثس
identify needs for modifications more quickly. الناس اللي عندهم expertise وعندهم knowledge مرات بحطوهم كمستشارين في المؤسسات لحلول مشاكل معينة في الفاينانس, في الاوبريشن, في الديزاين, في الريسيرش, في whatever. دي فهاي مش موجودة في الدراسات السابقة special assignment, هو أضافها أو مش موجودة كمتغير من متغيرات الموارد البشرية human resource management practices that might affect corporate entrepreneurship. أوكي, فبيجيب كل الحجج تبعته وبالأخير بيطلع بهايبوثيسز رابعة الأخيرة. إذا عندنا four hypotheses: specialist assignment بنفس سياق ال hypotheses 1, 2, 3 positively influences the intensity of CENSMEs. لحد هون رغم الشواهد التي يقدمها من خلال الدراسات السابقة, لأنه لحد هون يقول بأنه this is hypothesis, this is assumption, I want to test it. Otherwise, رغم الشواهد اللي جابها من الدراسات السابقة, لو أنه هو جازم لما احتاج إلى أن يكمل طريقه. لماذا نستخدم method وanalysis؟ لأنه إحنا بدنا نختبر الفرضيات مشان نقول يا عالم يا هو مظبوط. specialist assignment positively influence the intensity of CENSMEs or not. يعني فرضية ممكن تطلع الميثود, ممكن زي المطبخ الميثود, زي البروسيس. اوكي, بتدخل فيها البيانات تبعتك, ممكن يقول لك no, it doesn't affect, there is no relationship, there is no positive effect, there is no positive influence. اوكي, ممكن يطلع ثلاث من الفرضيات صح, ممكن يطلع ثنتين, ممكن يطلع ولا واحدة. فانت ما تزعل, تزعلش. ليش ما تزعلش؟ لأنه أنت زي واحد رايح يشوف كنز, قالوا له في كنز وراء الجبل ومش معروف وين, بدك تبحث عنه, تعمل ريسيرش. راح وراء الجبل يدور 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 يدور, هلك هو يدور, قاعد ثلاث أربعة أيام وهو يدور. أوكي, بعدين ما لقاش, رجع قال له ما لقيتش, قالوا له الله يعطيك العافية, عملوا له عرس, كيفوا, انبسطوا وقالوا له شكرا. ليش؟ لأنك أنت عملت بحث ورحت وما لقيتش وعطيتنا معلومة وفاكت انه ما فيش المكان هذا, خلينا ندور مكان ثاني بدل المكان هذا. فزي عندنا في الشرع تبعنا, من اجتهد فاصاب فله اجران, ومن اجتهد فاخطا فله اجر. يعني حتى انت اذا ما بتلاقيش, مش معنى ذلك انه بحثك ينكب, لا, بالنشر. اوكي, تفضل يا راما, كنت بدك تسالي بعدين فليتي. دكتور, لا لا, بس استنيتك تخلص حكي. تفضلي. دكتور يعطيك العافية, بس كنت أسألك هون بهذا القسم إذا بعمل مقابلة ما بيكون فيه صح؟ المقابلة لا, ما منسميهاش hypothesis. يعني أنا ما بيكون في هذا القسم كله إذا بيكون قسم إيش, الميثودولوجي؟ لا, بيكون موجود بس بتكون qualitative methodology. أوكي, يعني بتكون حاطة كلمة method هون وبتقولي انه انا بدي اعمل مقابلات. ومثلا يعني في عده انواع للكواليتيف, زي ما حكى لك الدكتور عادل. اخذت عند الدكتور عادل انت؟ لسه ما اخذت. يمكن احنا اخذنا دكتور. شو انواع الكواليتيف ريسيرش ميثودز اللي اخذتوها؟ هلا احنا اخذنا الكيس ستدي غيره. هلا ما اخذنا, يعني احنا الاشي اللي طبقناه كيس ستدي بس. اما انا بعرف في المقابله والتحليل الوثائق ممكن الاستبانه, بس انه هي يعني مش كواليتيتيف, بس بنعملها انه عشان انه يصير في توازن او تدعيم ايوه للمعلومات. وشو كمان هيك يعني بنرجع لابحاث ومقالات سابقه. دكتور انا بعرف كمان انه بالابحاث العلميه اللي بتكون مثلا هندسيه وغيرها, انه حسب الاكسبيرمنت اللي بتعملها لعينات اللي انت بتاخذها بتصير تحللها, فهي كمان بتعتبر كواليتيتيف. ممكن صح ولا لا؟ اعتبرك
عيدي ليها والله مرة ثانية. هلا يعني أنا مثلا بدي أعمل عينة على نوع مثلا يعني مادة معينة، تمام؟ هلا هاي المادة رح أعمل عليها أكثر من تجربة عملية لحتى يطلع معي بيانات أو يطلع معي يعني إشي، يعني ما بقدر هاي العينة أعمل معها مقابل إنه يعني إشي جماد، تمام؟ فإنه بيطلع معي يعني بيانات أو إنه نتائج، وهاي النتائج بتدخل لتحليل عبر برامج، بس يطلع البرامج هاي هون أنا رح يطلع معي نتيجة معينة. هلا هاي تعتبر كواليتاتيف صح؟ لا بتهيألي هاي تعتبر experiment study. experiment يعني في بس من تحليل. أنواع الدراسات اللي هو الاكسبيرمنت، يعني تجربة، يعني بيعمل تجربة. أوكي، بيكون في عندي كنترول جروب تمام ولا ما في؟ في كنترول؟ أكيد. زي مثلا دراسة يعملوها على الموظفين في المصانع اللي هي في المناجم. أوكي، وزمان هاي الدراسة أيام ما كانش في، كان أديسون طالع جديد والكهرباء طالع جديد، الإضاءة كانت يعني إشي فخم إنه يكون في عندك إضاءة في 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 المكان. أوكي، فيجوا بدهم يشوفوا أثر الإضاءة على معنويات، على إنتاجية الموظفين. أوكي، فدخلوا على الموظفين وعملوا كنترول جروب، وعملوا جروب ثانية في أحد المناجم الثانية، عملوا شو اسمه مجموعات التجربة سموها، يعني experiment group control group. control group ظل زي ما هي، فيش عليها أي تغيير، بس الهدف منها ليش سميناها control group؟ حتى نقارن الexperiment اللي عملنا عليهم تجربة بالcontrol، نشوف في تغيرات صار عليهم نتيجة للتجربة اللي عملناها ولا لا. فإجوا على الجروب اللي بدهم يعملوا عليهم تجارب، وصاروا يغيروا في مستوى الإضاءة اللي هي اللايت، أو يسموها illumination. illumination. صاروا يزيدوا بالإضاءة، طبعاً عبر أشهر، مش عبر يوم يومين ثلاثة، تجربة طويلة. صاروا يزيدوا بالإضاءة ونقصوا بالإضاءة، يزيدوا بالإضاءة ونقصوا بالإضاءة. جزء أخذتوا هاي التجربة أو سمعتوا عنها في الإدارة. يزيدوا في الإضاءة ويشوفوا الإنتاجية تبعت الموظف، هل بتزيد ولا بتنقص. أوكي، فهي اسمها experiment research، يعني بحث تجريبي، تجربة، مستخدم تجربة. أوكي، ويقارنوا مع النتائج، قارنوها مع الكنترول جروب. أوكي، بس هاي التجربة أحبطتهم. ليش؟ لأنه وجدوا كنتيجة للتجربة أنه لم يكن هناك علاقة طردية بين الإضاءة زادت أو نقصت مع إنتاجية الموظفين، بل بالعكس كانت الإنتاجية تزداد رغم أن الإضاءة كانت تنخفض. يعني تخيلي، يعني الفرضية هون اللي بدك تحطيها إيش هي؟ طيب إنه كل ما زدنا، كل ما قللنا الإضاءة كل ما قلت الإنتاجية، وهيك يعني. لا بالأول. لا الفرضية قبل ما يصير معك هيك، إيش بتحطي أنت قبل ما تكتشفي هاي النتيجة؟ إيش بتحطي؟ بتقولي إنه دكتور أحكي؟ تفضلي. دكتور هسا أي حدا، تفضلي سماح. بحكي أي حدا ممكن يسمعها يعني ما عنده فكرة عنها بيصير يحكي، ممكن إذا إحنا زدنا مستوى الكهرباء أو الإنارة ممكن إنتاجيتهم تزيد. أنا أول مرة سمعتها هيك كنت أفكر، لكن هاي الفرضية. إذا الفرضية إنه الفرضية قبل ما يبدأوا بالتجربة، الفرضية بإنه كلما هيك الهايبوثيس زادت الإنارة، the more we increase the light or the illumination the more the productivity will be. Our employees will be more productive, and the more we have light, the more the employee will be productive. كلما زادت الإضاءة زادت الإنتاجية. هل الفرضية بتحطيها؟ طبعا فرضية. وهم اكتشفوا إنه العكس صار، كل ما زادت، كل ما نقصت الإضافة إضاءة زادت الإنتاجية. أوكي، كل ما نقصت الإضاءة زادت الإنتاجية. طبعا هنا في عام 1932 لما عملوا هذه التجربة في مصانع في شيكاغو في ويسترن إلكتريك، وقفت التجربة لسنوات
لأنه كان في حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1932 ودوا لعالم في كاليفورنيا اسمه إلتون مايو وقالوا له يا عمي إحنا تعال ساعدنا. ما قالوا لهم أنتوا هبائل شو مالكم لما يجي عليهم؟ مش هبائل يعني هبائل بعرفش كلمة هبائل بس يعني بما معناها. قال لهم يا جماعة أنتوا بدكم تضلوا مكربسين حالكم، لازم يكون في عندكم ريزيلينس، لازم يكون عندكم فلكسبيليتي، دوروا على متغير أنتوا ما حطيتوه في الحسبان، بحبشوا دوروا على متغير آخر وجدوا بأنه نعم في متغير ما هم محطين في الحسبان اللي هو الاتنشن اللي كانوا يعملوها الريسيرشرز مع العمال. يعني العمال زادت انتاجيتهم مش بسبب الإضاءة، بسبب شافوا حواليهم شباب هيك من الجامعة باحثين مرتبين مهندسين حلوين وبيقولوا لهم هيك وهيك وتعال هون وروح هون ولو لو سمحت وفضلك وبدنا نسمع منك، يعني اللي هي مقتضيات التجربة. فقالوا الله عمرنا ما سمعنا واحد يقول لنا من فضلك أصلا. فالمعنويات هي التي كانت عامل في زيادة إنتاجيتهم، وعلى أثرها ظهر حركة يعني movement اللي حركة العلاقات الإنسانية. تخيلوا حركة يعني حركة معها علماء ومفكرين وبلشوا يتركوا ويهجروا الكتابة عن الأمور المادية التي تحرك الإنتاجية وانتقلوا إلى الأمور المعنوية وأثرها على الإنتاجية. وبعدين ظهروا علماء مثل ماسلو، إبراهام ماسلو وغيرهم وفريدريك هيرزبرغ وعلماء بينادوا وميري باركر فوليت وغيرهم طبعا قبلهم هذه بس من نفس التيار اللي بينادوا بأنه يا عالم الأمور المادية ليست هي الوحيدة التي تؤدي إلى تحسين الإنتاجية بل بالعكس قد تدمر الإنتاجية على المدى الطويل. ابحثوا دكتور. عن الأمور المعنوية. تفضلي دكتور ممكن دكتور في بس في طلاب بحاول يفوتوا على المحاضرة مو قادرين. والله أنا ما عندي حد بحاول يفوت. دكتور الجيميل مطلعهم لأنه صار في مشكلة فيه فمو راضي يدخلهم مرة تانية. دكتور أكثر من طالبة عم بيبعتوا على الواتساب إنه مش قادرين يدخلوا طلعهم. طيب نسكر ونرجع من جديد شو رأيكم؟ ممكن أنا خايفة إحنا ما يدخلنا لأن طلاب دكتور عادل مش عارفين يدخلوا. مشكلة بتكون من عندهم مش من عندنا. ما بحب زي هيك والله أنا. دكتور ممكن أحكي شغلة؟ تفضلي. دكتور هو اليوم كان في مشكلة. أيوة يعني بدي أحكي هاي مشكلة من شركة جوجل نفسها اليوم صارت. حتى كنت بدي أشارك باسمي بدي أحكي عنها بس عم استنى المشاركات لأنه أتوقع رح يستفيدوا منها الطلاب. هاي ميس برا. دكتور أنا طولت لقدرت أدخل تقريبا نص ساعة رح علي من أول المحاضرة لقدرت أدخل ولا قوة هاي أول مرة بتصير معي يعني. دكتور كمان هلأ طلاب دكتور عادل عندهم محاضرة ومو عارفين يدخلوا عليها كمان. دكتور مبارح صارت هيك وعملوا بلوك لعشتار لحد ما قدرت تفكه وترجع تفوت. يعني احنا لكي انه عندنا يعني كأنه الوضع ناقص والله المستعان. والله غريب جوجل يعني هم جوجل شو دخلهم بالزوب اليوم بقى. دكتور وقف جوجل وقف يوتيوب سناب شات شو كمان كثير اشياء وقفت. شو بده يصير حرب عالمية ثالثة يعني؟ الله يستر. لا ده السيستم عندهم 2020 خلاص احنا اكتفينا. هي الحرب العالمية الثالثة راح تكون بال سايبر وور. طيب شو نسوي هلا؟ دكتور هلا احنا مسجل المحاضرة إنه... هي المحاضرة مسجلة واعتذروا لنا منهم انه احنا يعني اسفين انهم مش قادرين يدخلوا فعلا دكتور يعني... نعم دكتور اشارك بالشغلة بدي احكيها عن شركة جوجل قبل ما افرج الله وفوتو تفضلي. هلا هي حلوة حتى يعني إحنا كطلاب ريادة ممكن إنه نحط ببالنا إنه نعمل زي هذا الإشي اللي هم هاي الشركات العالمية عامليته. هلا شركة جوجل أو شركات حتى شركات صغيرة اللي لها ويب سايت في عندهم إشي اسمه Incident Response Team. هذا التيم يعني همه الأساسي أو شغلته الأساسية
يتبع على الأنظمة الموجودة بالنظام الكبير تاعهم. يعني هم زي بيعمل كنترول مراقبة على كل الأنظمة الموجودة عندهم. هلا لما يصير هيك مشكلة أو عطل، يعني إحنا بنحكي مثلا نص ساعة أو ربع ساعة أو عشر دقايق بالنسبة لنا يعني ممكن نتعطل شوي، بس بالنسبة لشركات عالمية زي جوجل بتخسرهم ملايين، يعني بمعنى ملايين. فعشان هيك لازم يكون عندهم ريسبوند للمشكلة على السريع. هلا هم لما يصير في عندهم مشكلة زي هيك، هذا التيم شو بيعمل؟ أول شيء بيعمل identify the problem، بيلاقي المشكلة بتعرف عليها وبتعرف على ايش هي بتاثر بالضبط. يعني هل هي بس مثلا على الجيميل، ولا هي بس على اليوتيوب، ولا هي بس على زوم المشكله، ولا على وين بالضبط، يتعرف عليها عشان يعرف مدى تاثيرها عشان يعرف يحلها. بعدين لما يتعرف على هاي المشكله بحاول يلاقي الحل على السريع اذا ما كان بيعرف الحل. وبس يلاقوا الحل او يعرفوا وين الخلل ويلاقوا الحل، بيعملوا اللي هو بيسموها هاي العمليه اللي قبل ما يلاقوا الحل ويعرفوا وين الحل اسمها coordinating. بعدين في عندي resolutions، يعني بيطلعوا الحلول وبيحلوها. هلا رابع مرحله وهي يعني من اهم شيء عندهم، اللي هي بس خاصه ويلاقوا حل للمشكله ويحلوها، اللي هي continuous improvement. هلا شو هي continuous improvement؟ بيروحوا بيحققوا بالسيستم، بيروحوا انه بدهم يعرفوا من وين الخلل بالضبط، شو مثلا الكود اللي مكتوب غلط، ولا وين المشكله، وين العطل، تقني فني حدا عامله اصلا بيعرفوا وينه، وبيحاولوا يلاقوا حله ويسيفوه بيكتبوه عشان لما يتعرض للمشكله تانية صارت معهم، يعني تصير معهم بالمستقبل زي هيك مشكله يقدر يحلوها بسرعه. هلا الحلو بهذا التيم انه هاي المشاكل ببعض الاحيان هم بيكونوا بيفتعلوها، يعني بيحاولوا انه خليني يعني مثلا بيحاولوا يعملوا تجارب قبل انه تصير مشاكل زي هيك، يقولوا طب ممكن تصير عندنا زي هيك مشكله كيف نحلها، طب ممكن تصير عندنا مشكله زي هيك، يعني بحطوا سيناريوهات انه المشاكل ممكن تطلع معاهم وبحاولوا هم يلاقوا لها حلول. فمش عارف المشكله شكل هاليوم، يعني حاولوا بنص ساعه يحلوها، بس شكله التاثير لحد هلا عم بيوصل، يعني لساته عم تطلع مشاكل. فبس يعني هاي المشاكل عالميه ولا بس احنا هون؟ يعني لا عالمية. هذا التيم اسمه Incident Response Team، يعني هذا موجود بكل لا منصة. يعني المشكلة اللي صارت معنا اليوم بجوجل عالمية. لا عالمية العالم دكتور، كل العالم يعني. يعني ليش ناس وناس؟ يعني احنا هون هلا ماشي امورنا، في ناس مش ماشي امورها، ليش؟ طيب الاكسس دكتور الديميل فصل بيعرف كمان اكثر لانه شغله بهاي القصص. وقع جهاز الاندرويد، يعني انا كمان اليوم لما سمعت ودخلت انه كان كل شيء معطل، اليوتيوب والجوجل. خلينا نسمع من فيصل، والله فيصل يمكن عنده فكره. تفضل. هلا دكتور، في 90% من الاكونتات اللي زي اللي احنا عاملينها على زوم، هي لما نعمل احنا اول شيء الساين اب بيكون الجيميل تاعنا هو اللي بنعمل عليه ساين اب، فبصير أيوة. مشكله بالاكسس للجيميل المعين، يعني ايميل أيوة. الطالب. ففي ناس راح منهم الأكسس وفي ناس لا لسه. أيوة. هلا دكتور، أنا اللي حسب اللي شفته يعني لما صار العطل طلعني من الجيميل تبع الجامعة، بس الجيميل الشخصي خلاني موجودة فيه عادي، يعني كان كان يعني يبعث إيميلات، تجيني إيميلات عليه. لما رجعت لما خلص العطل، يعني وحكوا إنه خلص العطل، رجع عمل لي إنه بحكي لي إنه أعملي حفظ للحساب تبعك وحطي إشي أمان إله. فإنه ما بعرف إذا هي يعني زي اختراقات صارت أو إنه مثلاً في عطل فني صاير عندهم. هو دكتور فعلياً الإشي اللي حكيته أنت هو يمكن نبلش من سنتين، اللي هي إنه بداية الحرب العالمية الثالثة اللي هي السايبر وور. ممكن. يعني هي اوريدي مبلشه واوريدي هاكينج، ومن وقت انتخابات ترامب وروسيا والصين وامريكا شغالين على هذا الوضع. مزبوط. يعني هي هاي حرب بتخوف ترى. نعم، وكثير يعني متوقع انها يصير في اسكليشن عليها. يا سلام. نعم، الله يستر. الله يستر. بس ذكرته زميلتك راما، مهم جدا انه في شيء اسمه مرادف بالقوات العسكريه الامريكيه اللي هو الفيرست لاين ديفنس. مزبوط دكتور. لا، في شيء بسموه افتر اكشن ريفيو، يعني مثلا افتر اكشن يعني بعد الاكشن، انت سواء كان هذا الاكشن في نصر او في كسر او في خسائر في الارواح او في خسائر في المعدات،
مثل معركة معينة، حرب معينة لثلاث أيام، بيرجعوا القادة وبيناقشوا بيدرسوا اللي شو اللي صار، أوكي، وبيطلعوا بتوصيات لتصويب الوضع في اللي صار، كيف ما ترجع تصير المشكلة أجين مرة ثانية. بيحطوا إيدهم على المشكلة اللي صارت، ليش صارت وكيف صارت، وكيف إحنا ممكن نتخذ الإجراءات اللي ما تصيرش مرة ثانية، وبيحطوا سيناريوهات إنه لو صار عندنا هيك شو ممكن نسوي. لو طبعاً هاي في المناورات العسكرية كلها بيسووها، واقتبسوها طبعاً البزنس، الشركات والمانجمنت، واقتبسوها من القوات المسلحة الأمريكية، الجيش الأرمي، بأنه نفس الشيء لما أنت صار في عندك مشروع معين أو في إيفنت معين أو في أكشن معين قمت فيه، بترجع أنت وأصحاب القرار في هذا الأكشن وبتشوف شو وين أنت غلطت، وين كنت في عندك صواب، وين في عندك خلل، حتى يكون في عندك continuous improvement، continuous improvement للشغل تبعك، وظلك مستمر في التطور المستمر. هذه الطريقة مهمة، وهي اللي حكينا قبل شوي عن الproactivity، being proactive. شو معنى being proactive؟ يعني you have to anticipate things before happening. You have to anticipate mistakes, failures, problems, and you have to put scenario how to deal with such problems if it occurs. كيف ممكن أنا أتصرف لو حصل كذا، لو حصل كذا، لو حصل كذا. أوكي. طيب نستمر في الميثود هنا. هنا تقريبا احنا خلصنا الموضوع. أهم شيء طبعا الأبعاد dimensions وعلاقتها مع بعضها، وفهم صياغة الفرضية بأنها كيف بتكون. بيجي بعديها عندنا الميثود سامبل. احنا مندخل في امور اكسترا هلا، مش مطلوبه معكم بشكل مباشر بالنسبه للموضوع، لكن هي اكسترا من ناحيه معرفه لكم في الامور الاحصائيه على السريع. بس الميثود اللي هي المنهجيه تبدا هنا زي كثير من الابحاث في السامبل، انه انا احنا بيقول هنا انه احنا بناخذ سامبل عينه من المجتمع، مجتمع معين، ونعمل عليه ونطبق عليه هذه الفرضيات حتى نكتشف النتائج. فعملوا تست تو تست ذا ستيتد هايبوثيسيس، اختبار الفرضيه المعلنه. وي جنريتد ا يونيك كروس سكشنال داتا سيت اوف نوليدج انتنسيف اس ام ايز بيست ان جيرماني يوزينج ان اونلاين سيرفي. احنا استخدمنا اونلاين سيرفي. الأونلاين سيرفي سهل جدا، بعد ما تحط الأسئلة تبعتك بتدخل على جوجل أو على الجيميل أو في وسائل مختلفة وبتعمل أونلاين سيرفي. أسهل من الأونلاين سيرفي ما فيش. بالنسبة للدكتوراه مثلا، هاي على سبيل المثال اليوم الدكتور أنس زميلنا في اللجنة بعت لي الكويشنير ولسه بنظبط فيه، بس ما بدي أخفيكم سر وأطلعكم على السيرفي لحد الآن وين وصلت، وهي على اللينك هذا شايفينه. أنا اللينك هذا راح أحط لكم إياه، بس يزبطها لأنه في عليها شوية ملاحظات من الزملاء في اللجنة الثانية. هاي السيرفي السادة الراغبون المهتمون شايفينه الكتابة من درجة الماجستير إلى آخره، وهي الشاكرين لكم حسن التعاون كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. هنا السيرفي، هاي السيرفي، هاي طبعا صورة كلية الاقتصاد، العمر، بعدين النوع الاجتماعي، تعمل مثلا ذكر هنا، وانا بتعمل مثلا العمر، مثلا أنا لسه ما شاء الله علي 25 دكتور 25 أو أقل. اسكتي بس يعني شو اسمه، قولي ما شاء الله، قولي ما شاء الله، ما شاء الله، هي دقيت على الخشب دكتور. أيوة. متزوج؟ نعم متزوج، وأعمل، نعم أعمل، أدرس حاليا ماجستير مثلا، نعم أوكي، أنهيت دراسة الماجستير، ما بصيرش طبعا أنهيت، أدرس في جامعة محلية،
تحط مثلاً هل تدرس في جامعة محلية أو عربية أو عالمية؟ هل أنت خريج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية؟ نعم أو لا؟ هل أنت خريج جامعة حكومية؟ نعم أو لا؟ ما هو التخصص لآخر شهادة حصلت عليها؟ أرغب بدراسة الدكتوراه في التخصصات الآتية: إدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، حطوا إدارة مثلاً أقرب لكم. أرغب بدراسة الدكتوراه داخل الأردن، وهذا الهدف من دراستنا، أنه نشوف كم عدد الناس اللي راح يجاوبونا ويقولوا أنه نرغب في داخل الأردن، معناته في حاجة. أرغب بدراسة الدكتوراه ضمن برنامج تشاركي مع جامعة عربية أخرى أو مع جامعة أجنبية، إذا كان طبعاً مع جامعة عربية مع أجنبية تحط لا، تحط نعم هون أو العكس صحيح. أفضل أن يكون البرنامج بالشراكة مع جامعة عربية، أفضل أن يكون البرنامج بالشراكة مع جامعة أجنبية. دكتور، شو يعني الشراكة مع جامعة؟ زي الجامعة الألمانية مثلا، بتروح تدرس سنتين في ألمانيا ولا سنة، آخر سنة بألمانيا زي هيك يعني. أو ممكن يكون الشهادة بتروحيش على ألمانيا، بيكون شراكة بيننا وبين جامعة ألمانية، بس بتروحيش على ألمانيا، لكن الشراكة الجامعة هناك بيكون في الكورسات من هناك وجزء منها، والشهادة بتطلع باسم شهادتك المتخرجة، بتطلع باسم الجامعتين مثلا. في نوع صورة معينة من الشراكة يتفق عليها أوكي باللغة الإنجليزية. هدفي من دراسة الدكتوراه هو تعزيز فرصتي في العمل الأكاديمي، أنه تكوني صيري دكتورة أو صير دكتور. من دراسة الدكتوراه هو تعزيز فرصتي مهنيا، وأنا لازم تزبط ولسه بتزبط فيها يعني، هاي مش نهاية المطاف. أرغب أن تكون الدراسة عن بعد وهكذا، وبعدين صبمت، تعمل صبمت، هاي اسمها إلكترونيك سيرفي أوكي. رح أبعث لكم إياها باستجهاز، لأنه يبدو في عليها بعض الملاحظات من نظرتي إلى هلا، يبدو في عليها بعض الملاحظات. فإذا هنا مجتمع الدراسي مين هو عندي هنا؟ هو طلاب الذين يرغبون في دراسة الدكتوراه من حملة الماجستير، سواء كانوا في طلاب على مقاعد الدراسة أو خارج مقاعد الدراسة. هذول البوبوليشن، البوبوليشن هذا ممكن يكون مثلا 10,000. العينة ما بقدر أخذ البوبوليشن كله، أنا ما عندي الريسورسز ولا عندي الداعي إني أخذ البوبوليشن كله. أنا بأخذ عينة ممثلة، بحرص أنها تكون ممثلة، وبأكد على كلمة ممثلة. ممكن يكونوا مثلا 500 واحد من 10,000 طالب اللي بدهم يدرسوا دكتوراه، ممكن يكونوا هذولا ممثلين للعشر تلاف أوكي. فالسامبل هي عبارة عن السامبل، عينة من كل المجتمع تبع الدراسة، المجتمع تبع الدراسة، الناس اللي معنيين في الدراسة، اللي هم زي ما ذكرت كل طلبة الماجستير الذين على مقاعد الدراسة أو أنهوا درجة الماجستير، هم المجتمع تبعنا. العينة جزء منهم، بس بشرط إيش؟ تكون ممثلة هذه العينة. ففي طريقة طبعاً لسحب العينة، لا داعي للحديث عنها حالياً، تحتاج إلى وقت. How to draw the sample from the population. يعني في طريقة مثلاً العين الميسرة كيفما اتفق يعني، وفي أصعب طريقة اللي هي الطريقة العشوائية اللي هي random sampling. أوكي، في عندكم كتب في الإحصاء اللي هو سيكران وما سيكران، هي من الكتب في research methods، اسمه research methods for أوما سيكران، ببين فيه how to draw the sample population، كل هاي الأشياء بتبين فيه. بعدين بيجي بحكي لك عن المجرز. المجرز هي الأسئلة الدراسة، أسئلة يعني احنا بنشوف الأسئلة اللي بدنا نحطها مشان الناس يجاوبوا عليها، ومنين بدنا نجيب هاي الأسئلة، وهاي الأسئلة لازم تكون محكمة، لازم تكون مضبوطة، بدها تعب، بدها شغل، ومرات منجيبها جاهزة من ناس اشتغلوها، مش غلط، مش عيب، مش سرقة، منجيبها جاهزة. بس منجيب جاهز مثلا أسئلة مثلا الانوفيشن، أسئلة مثلا البروكتيفيتي، أسئلة كذا أوكي. منجيب هذه الأسئلة ومنحطها، وبعدين نعمل عمليات إحصائية معينة. في عندنا شيء اسمه independent variables، في شيء dependent variables،
بنعمل عمليات احصائيه وبعدين بيطلع لنا ايش بعد التحليل الاحصائي بيطلع لنا النتائج. اوكي بيطلع لنا النتائج. طبعا من الامور الاحصائيه اللي هي الاس بي اس اس، معروف الاس بي اس اس، اي طالب ممكن يحصل على اس بي اس اس في الجامعه او يشتري او كذا ويطلع. اوكي من الامور اللي بعديها بيكون في ديسكشن، انت طلعت نتائج بس بدك تناقشها بطريقه اكاديميه، تناقش هذه النتائج. بعد مناقشه النتائج بدك انت تحط الامبليكيشنز او توصيات، ايش التوصيات اللي انت بدك تحطها. جزء هامشي او لابد منه، يعني مش هو رئيسي، اللي هو ليميتيشنز. لازم تحط ايش في خلال دراستك اللي قعدت سنه وانت تعمل فيها او ست شهور، ايش العوائق او المقيدات او المحددات اللي انت واجهتك. اوكي بتحطها، وبتحط توصيات لدراسات سابقه ضمن هذه المحددات. بعدين يكون عندك الكونكلوجن، هي زي الانترودكشن، انعكاس للانترودكشن في كونكلوجن اللي هي سمري. وكان الله بالسر عليم، وهكذا بيكون عندك البحث هنا جاهز. اوكي any question؟ طبعا قبل اشرح لكم الامور الاحصائيه وهاي الاشياء، يعني انا بعرفش فيها هاي الاحصائيات اللي حاطه هون كلها، لانه مستخدم بي ال اس، انا بستخدم ايموس structural ecology modeling. فهنا هاي الرسمه اذا بدكم تفهموها بس يبتخص شيء كويس. الرسمه هاي هي هنا ذكرنا احنا بانه في عندنا الهايبوثيسز اربعه، هيهم فرضيات H1 H2 H3 H4. في عندنا اول شيء staff selection اثرها على ايش؟ على الكوربريت انتربرينورشيب، وستاف تريننج اند ديفلوبمنت واثرها على برضه الكوربريت انتربرينورشيب، وستاف ريوردز وسبيشاليست اساينمنت. هاي الفرضيه تبعتنا، اذا الفرضيه تبعتنا، الفرضيات تبعتنا اربعه، اثر هاي على هاي. طبعا هاي شو بمثلها؟ 1 2 3 4 5. اوكي هلا كل واحد من هذول ستاف سيلكشن تعتبر فاكتور. كيف بنقيسه؟ بنقيسه من خلال اسئله، من خلال عفوا مش من خلال اسئله، من خلال دايمنشنز. شو هي هاي الدايمنشنز؟ 1 2 3 4. اذا هذا بنقيسه من خلال اسئله ستيتمنتس 1 2 3 4. هسه اذا بدكم فرجكم الاسئله، هذا حطينا له، طبعا حطينا له مش من عندنا، من دراسات سابقه، كمان ندور على دراسات. السلام عليكم سابقة. دكتور انا دخلت واخيرا مسجل المحاضره مسجله، واحنا عرفنا كل قصتك خلاص، ما يعني يعني عرفنا انه في مشكله كبيره جدا في جوجل وجيميل وكذا، فشو بدك تسوي؟ عانك الله يا ميس. تمام دكتور، المهم اني دخلت خلص الحمد لله. اخيرا فاذا staff training and development في كم statement حطينا لها؟ statement يعني سؤال، 1 2 3 4. staff rewards حتى نقيسها برضو حطينا لها 1 2 3 4 5 اسئله، 6 لا والله ما شاء الله. specialist assignment حطينا لها 1 2 3. هذول كل فاكت، كل دايمنشن، هذول الفاكتور تبعهم اللي هو human resource management practices. كيف بنقيس human resource management practices؟ من خلال 4 dimensions: staff selection, staff training, staff rewards, specialist assignment. طيب كيف بدنا نقيس staff selection؟ نقيسه من خلال مجموعة من الأسئلة، وهاي نفس الشيء، وهاي نفس الشيء، وهاي نفس الشيء ترى corporate entrepreneurship من اللي هو الفاكتور الرئيسي له 1 2 3 4 5 dimensions، أبعاد. كل بعد يجب أن نقيسه من خلال مجموعة من الأسئلة. أول واحد innovativeness من خلال، لاحظوا هذا ما لهوش أسئلة لأنه هو ما ظل لهذول، هذا ما له أسئلة، هذا له أسئلة اللي هو 1 2 3 4، وهذا
حلو أسئلة. دكتور هدول الانوفيتيفنس والريسك هاي بترجع للكوربوريت، يعني كل هاي الأسئلة بتنصب للكوربوريت، هيك قصدك صح؟ كلها مظلتها كوربوريت انتربرنورشيب. اوكي الكوربوريت كل هاي الأسئلة إلها، زي الهيومن ريسورس مانجمنت الأسئلة هاي تبعتها الأربعة، مش الأسئلة الدايميشنز. هذول الأسئلة كلهم بمجموعهم بقيسوا ككوليكتيف بقيسوا الكوربريت انتربرنورشيب، بينما هذول الأربعة بقيسوا الانوفيتيفنس، هذول الثلاثة بقيسوا الريسك تيكينج أو ريسك بروبنسيتي الميل للمخاطرة، هذول الثلاثة بقيسوا البرواكتيفنس إلى أي درجة المؤسسة برواكتيف، هذول الثلاثة الأربعة بقيسوا النيو بزنس فينتشرنج، وهذول اثنين بس بقيسوا السيلف رينيوال، بس اثنين. اوكي عينه من الاسئله موجوده بهون، نشوف احنا بالجداول مثلا كيف تصير السؤال او طريقه السؤال. مثلا مثلا هون لو جينا ان ذا لاست، هاي الاسئله بتتعلق في بروكتيفنس، ومش حاط الأسئلة نصها اللي وداها للسامبل للناس يجاوب عليه، مش حاطها نصها، بس هاي فحواها هنا. مثلا proactiveness in the last three years سأل الناس our company has typically responded to actions which competitors initiated, typically initiated actions which competitors then respond to, or been very seldom the first business to introduce a new إلى آخره. الـ risk propensity هاي الأسئلة تبعتها by majority of shown a strong إلى آخره. فهاي هون الأسئلة اللي بده مثلا شوف طبيعة الأسئلة اللي موجودة، موجودة في الجداول هاي اللي بتختبر الـ شو اسمه الـ الأسئلة هاي من ناحية الريلايبيليتي تبعتها. الكور اللي بدي اياكم تعرفوه اللي هي الدايمينشنز اللي ذكرناها لكل بعد، عندنا لكل فاكتور، عندنا بالدراسة تبعتنا هاي في تو فاكتورز، كل فاكتور في له دايمينشنز، وهاي الدايمينشنز عرفتوها لكل فاكتور، وتعرفوا العلاقة بينهم. أوكي بين هذول الدايمينشنز اللي ملخصهم في الشكل اللي شفناه هون آخر شيء بالنهاية. هاي الملخص النهائي للدراسة تبعته، طلع في نتائج معينة طبعا ما بتهمنا النتائج اللي طلع فيها، بس بهمنا نقول بأنه what is staff selection and staff selection is very important point to use it appropriately in the right way by selecting, by being selective, selecting the right people to with entrepreneurial characteristics. Okay, staff training and development also can be oriented and designed, you can design training program and developmental programs for employees to be oriented and critically related to teaching people how to become entrepreneurs, how to become innovative, how to take risk, and how to be proactive. Okay, how to be, to encourage and foster self-renewal. Also, staff rewards can be directed critically and accurately to corporate entrepreneurship to reward people to become innovative or based on their innovativeness, based on their courage to take risk, based on the level of proactivity that they have, and based on a new business venturing and based on self-renewal. Special assignment is the same thing. It means that we play with the human resource practices and we orient, direct, and influence
the human resource practice, these four practices, to formulate these practices and influence them and design them to affect this. Okay? يعني ممكن أنت تختار موظفين مشان يكونوا يعني ممتازين جدا 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 ولكن مش في الانتربرنورشيب. ممكن يكونوا ممتازين جدا في التحمل وفي الطاقة العضلية وفي الطاقة البدنية وفي اتباع الأوامر بدقة جدا جدا. يعني أنت لما بتروح مثلا على الدفاع المدني مثلا Fire department. You don't want someone who is creative, who is innovative. You don't select that guy who is trying to judge by himself. Why? Because the nature of job in the firefighting place, في الدفاع المدني, is to follow rules critically when fighting the fire. يعني تبع الدفاع المدني لما يروح يطفي النار, إذا ما كان عنده procedures محددة جدا جدا حافظها ومتبعها بطريقة جيدة, ممكن يحرق أصحابه, ممكن يحرق الدار اللي راح يطفيها بدل ما يطفيها, ممكن. فبالتالي we are not talking about any type of selection or any type of training and development. We are talking about practices, HR practices that should be يعني designed to create a culture of innovation and risk taking and etc. Okay, فهذولا ركزوا عليهم. يعني هاي الجايدلاين تبعنا في المقال هو هذا, هاي الشكل هذا. Okay, رغم انه الشكل هذا خلفه طرق احصائيه اسمها PLS او Structural Language Modeling and AMOS. أنا في رسالة الماجستير عندي 3-4 رسالة عملوهن على أساس Structural Equation Modeling أو ما يسمى بـ Path Analysis. بحتاج طبعاً لشرح طويل هذا الحكي. أوكي, ننتقل إلى الشابترز من خلالكم. دكتور, سؤال سريع, أنت حتنزل تلخيص لهذه المادة مثل أول مرة بالسلايدات ولا كيف؟ والله كانوا في سلايد في هاي المقالة في لها سلايدات موجودة. وين سلايد تبعها؟ نزلتهم دكتور الموقع. نزلت السلايد تبعها بس حبيت أشرح لكم إياها من خلال. شفتوا سلايدات دكتور؟ تفضل يا نورشان. نورشان تفضل. بقدر أشرح شابتر 6. شابتر 6 تشرحيه لحالك؟ كيف؟ طيب هو سهل هيك خفيف لطيف يعني. طيب نفتح لك عليه؟ آه. طيب خلينا نفتح لك عليه مشان نساعدك فيه برضو والزملاء يساعدوك فيه. أوكي. يعني هاي proactivity اسمها ما شاء الله. وينك يا chapter 6 human resource management chapters هنا chapter 6 yes. تفضل يا نورشان, هذا chapter 6. بين ما بدك أفتح لك أي صفحة بفتح لك عليها. Employee testing and selection. تمام. هلا أول إشي يعطيكم العافية جميعاً. طبعاً إحنا نعرف إنه لما الشخص بده يتقدم لوظيفة ببعت CV تبعته, يعني ببعت الطلب التوظيف تبعه. هلا هون بيجي دور مدير إدارة الموارد البشرية, بيحاول إنه يختار الأفضل منهم, بعمل لهم عن طريق طبعاً اختبار, بعمل لهم امتحان, وعن طريقه هو بيختار الأفضل منهم لحتى هنا المؤسسة نفسها أو المنظمة تختار الشخص المناسب أو يعني الموظف المناسب اللي عنده قدرة واستطاعة إنه يشتغل. تمام؟ هلأ هون دكتور عند إنه ليش why employee selection is important أول شيء. أيوة. هلأ هون معطي إنه ليش إنه الاختبار مهم, إنه بعد ما أعمل أنا التستينج. طبعاً إحنا بنعرف إنه أول إشي لحتى نشوف أدائهم, إنه مثلاً هل بيستطيع هذا الموظف إنه يكون عنده أداء جيد بالمستقبل. إنه أنا بعرف هيك من خلال العلامة اللي حصل عليها. وكمان شغلة تانية إنه في إشي اسمه عندي مكتوب Person and Job Organization Fit.
هلا شو ممكن نعرف انه الجوب فيت مثلا؟ كيف يعني نفرق بين الجوب فيت والاورجنايزيشن فيت؟ الجوب فيت يعني انه هذا الشخص نفسه بيكون عنده قدرات بالعمل بتساعده انه ينجز ويكون مناسب وملائم للمهمات اللي انطلبت منه. اما بالنسبه للاورجنايزيشن فيت بتكون عندي الاورجنايزيشن ملائمه لهذا الشخص داخل المنظمه مع زملائه يعني بالعمل، أو المدير مثلا، يعني إنه مثلا يعرف كيف يتعامل مع مديره مع زملائه، مش إنه أوكي بيعرف يشتغل بس بالنهاية ما بيعرف يتعامل مع زملائه، ما عنده شخصية إنه يتعامل مع زملاء أو المدير تبعه. طيب أوكي دكتور، في عندي basic of testing and selection أو selecting عفواً، اللي هي أول واحدة reliability، يعني مثلاً كيف إنه لازم يكون مثلاً الاختبار اللي أنا بدي أعمله ما يكون في أي مشكلة، يعني ما يعني مش إنه مثلاً مشكلة تكون باللي عمل الاختبار، لا هو نفسه الاختبار اللي أنا بدي أعمله ما يكون في أي مشكلة. أما الvalidity يعني الاختبار اللي أنا كمان بدي أعمله يكون له علاقة بالإشي اللي مقدم عليه الموظف، يعني مثلا أنا عندي مكتب للمحاسبة بدي أعمل اختبار لموظف عندي أو لواحد بدي يجي يشتغل، أحط له أسئلة بتناسب العمل اللي بدي يشتغله، مش والله أحط له أسئلة بتخص مثلا الطبخ مثلا، طبعا ما له علاقة، يعني فهمت علي كيف؟ تمام نورشان. لا هلا اوكي، هلا نرجع نورشان، خلينا نرجع على الليبيليتي تيست. الليبيليتي زي مثلا اذا جاز التعبير ميزان الضغط مثلا، كلياتكم ما شاء الله ما عندكمش ضغط، حد عنده ضغط؟ لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله دكتور. ما. طيب طيب مين بعرف قديش مقياس الضغط من كم لكم؟ من الضغط الطبيعي من 120 ل 80. بالضبط 120 على 80، بسموها 120 على 80 والضغط الطبيعي. لو جينا لمثلا مقياس للضغط اللي هو طبعا عادة بيكون مين ريلايبل أكثر، الزئبقي ولا الإلكتروني؟ الزئبقي دكتور. الزئبقي ريلايبل أكثر. طيب ليش ريلايبل أكثر دكتور؟ ممكن حساس أكثر. حساس أكثر لأنه بعطي سكور، بعطي سكور ثابتة ودقيقة للضغط، يعني بعطي انعكاس أو مرآة للضغط تبعك بشكل دقيق، يعني بقيس ضغطك بشكل دقيق. ولو قست الضغط مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ويوم يومين ثلاثة، إذا ضغطك بيعطيك الضغط تبعك، يعني بعطيش ضغط جارك ولا ضغط واحد تاني، بعطيك ضغطك أنت. أوكي، فذاك منقول عنه ريلايبل. المقياس الضغط الإلكتروني عادة بعد ما نستخدمه أو اللي عنده ضغط بيستخدمه مرتين ثلاثة برمية كبوا برا. ليش؟ لأنه في منهم خاصة كل مرة بعطي قراءة شكل، مرة بيعطيك قراءة مختلفة، بتقول ليش تكبوا برا؟ لأنه بتقول it's not reliable، خاصة إذا استخدمت، إذا كنت أنت أكاديمي كثير بتقول this instrument is not reliable I don't like it. ليش؟ لأنه بتعطيك أرقام مختلفة وغير دقيقة. زي واحد طلع على ميزان يوزن حاله ويطلع على الميزان، خاصة هاي بتقهر أكثر، يطلع أول مرة وإنه وزنه مثلاً 70 كيلو بكيف، يطلع مرة ثانية وإنه 110، جزء إنه يصير عنده مشكلة حتى لما يشوفوا له تبع من 70 ل 110 وبعدين برجع 80 وبعدين 60، أكيد الميزان بيكون خطأ، في مشكلة، فبيكون unreliable. لذلك الreliability في التست لما تعمل اختبار لطلابك بده يكون reliable، لما تعمل اختبار لمتقدم للوظيفة وبيعطيك انه البرفورمانس تبعه عالية، مفروض انه المرة الثانية تقيس مشان تتأكد منه، ثالث ورابعة انه يعطيك نفس النتيجة لنفس الظروف، فبتقول عن هذا الاختبار it is a reliable test. وخاصة في الاختبارات اللي بتعلق في الميكانيكال،
ميكانيكال إيشيوز، يعني مش الاختبارات مثلا الاختبارات الانتلكتشوال. نعم هاي بس حبيت لأنه هنا what can cause test to be unreliable حكيتيهم هذول يا نورشان، physical conditions differences in test taker. لا ما حكيتهم دكتور. تفضلي أخذت منك أنا الميكروفون كثير، تفضلي. لا بصراحة ما انتبهت لها هاي السلايد. هاي مش مهم كثير نأخذها بحرفيتها بقدر ما أنه زي ما حكيت أنا أنه يعني الريلايبيليتي قد تتأثر بظروف إما متخذ اللي بيعمل الاختبار أو بال يعني أنا مرة رحت أقيس الضغط في المركز الصحي، اللي بتقيس الضغط هي رفعت لي ضغطي. ليش؟ لأن أسلوبها سيء، يعني أنا جاي تعبان وبلعث وبتقول لي اطلع قيس لك ضغطك. عرفت بعدين يعني تبين لي أنه لازم لما تروح أنت تقيس الضغط يحكي لك ارتاح شوية. السبب طبعا أنه لما نعمل إحنا cause and effect study بلاقي أنه الحق مش عليها، الحق أنه المشكلة في ناس كثير، في ضغط عمل كبير جدا عليها مسكينة بيؤدي إلى هذه النتيجة، أنه نغلط في الطب وفي المستشفيات، وأخطاء تكون مرات قاتلة في بعض الأحيان بسبب إيش؟ بسبب الضغط على الطبيب أو على الجهاز الطبي بشكل يفوق قدرته على التفكير السليم وضبط الأمور بشكل سليم. نعم فأنت حكيت عن reliability وبدك تحكي عن validity كنتي. دكتور هدول الثلاث نقاط، يعني إنه مثلاً كيف ممكن تكون عندي الفاليديتي، أما تكون مثلاً كريتيريان فاليديتي يعني معيار، أو كونتنت اللي هي مثلاً زي طبيعة الأسئلة، شو تكون طبيعة الأسئلة، أو كونتراكت يعني مثلاً تعاون الصدق زي هيك مثلاً. بالضبط نعم. هلأ اوكي دكتور، هلا الايفيدنس بيست اتش ار وين رحتي هون؟ هون. هلا هاي خطوات اوكي. اول شيء في عندي الانالايز ذا جوب، يعني مثلا انه انا اعمل الامتحان مش بطريقه عشوائيه، انه هيك يعني هيك فهمت. بيست اون انالايزينج ذا جوب إنه ما يكون بطريقة عشوائية. Choose the test، يعني إنه هون أنا أختار إنه هذا الامتحان اللي أنا عامله هذا هو الملائم والمناسب. Administer the test، يعني مثلاً إنه هذا الامتحان أو اللي هي إدارتي للامتحان، يعني مثلاً لما الدكتور يحيى عملنا الامتحان المد شاف إنه مثلاً شو ردة فعلنا، كيف مثلا تأخرنا، توترنا، انجزنا زي هيك، يعني خلال الامتحان خلال الامتحان خلال الامتحان انه توترنا خلال بس كنا نمتحن، تأخرنا زي هيك يعني. نعم ماشي. هلا الخطوة رقم 4 اللي هي relate your test scores and criteria، يعني هنا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، العلامات مثلا اللي بحطها الدكتور تكون مرتبطة بالمعايير اللي هو بده يقيسها، صح دكتور هيك؟ مزبوط يعني المعايير إذا كان عندنا معايير معينة في الاختبار إنه قدرتك في قدرتك على التحليل بده يكون في أسئلة تتعلق في التحليل، قدرتك على الأمور الذهنية والمعرفية والحفظ المعلومات يكون في أسئلة تتعلق تقيس حفظك وتقيس قدرتك على مثلا تذكر النقاط، في اختبار بقيس قدرتك على التطبيق، بجيب لك الدكتور كيس ستدي بيقول لك هاي كيس ستدي وشو في قدرات تعلق في البروبلم سولفينج اوكي، فالكرايتيريا بتكون البروبلم سولفينج ابيليتي، بجيب لك اسئله ريليت يور تيست سكورز تو ذا تو يور ابيليتي تو سولف ذا بروبلم. فاذا في كرايتيريا معينة لازم تكون هذه related to the test
and to the test scores. يعني ما بنقدر نحط علامات يعني كل العلامات على مثلا قدرات الطالب التحليلية وننسى القدرات الأخرى اللي احنا برضو بحاجة إلها، بحاجة للقدرات التطبيقية، انه بيقدر يطبق ولا ما بيقدرش يطبق، شو استفدنا إذا فقط حطينا العلامات أو الأسئلة على القدرات التحليلية ونسينا القدرات التطبيقية أو على الذهنية. لكثير من الأحيان إحنا في الامتحانات تبعتنا للأسف ما بيكون في عندنا تدريب كافي وتطوير كافي وقدرات كافية كدكاترة حتى، والله جد، إنه نعمل أسئلة تقيس قدرات طالب بطرق مختلفة، قدرته على التحليل، فكلها بتلاقيها حفظ تلقين، التلقين من روح إنه قدراته على إنه زي المسجل سجل هالمادة ويعيد اللي يذكر لنا إياها، هذا مش حكي. بدك أنت تقيس قدرة الطالب على الحفظ على التذكر، أوكي، بس بدك كمان تقيس قدرته على التحليل، على مثلا النقد، إنه بيقدر ينقد هاي الشغلة ويقول لك إنها فيها إيجابيات فيها سلبيات، أوكي. فهنا القضية. النقطة الخامسة اللي هي cross validate and اللي هي المقارنة، يعني أعمل مقارنة. بالضبط، تعملي مقارنة. تحبي تحكي عن سلايدات ثانية أفتح لك عليها؟ دكتور. أي واحد؟ في عندي البيس، تعريف البيس. طيب. البيس يعني مثلاً اللي هون لما يكون الاختبار مثلاً بيتعرض للتحيز أو الواسطة. البايس، بايس. بايس، أوكي. بايس. اللي هي انه ممكن انه يتعرض لواسطه. وين؟ خلينا نشوف وين هي. يعني فوق فوق دكتور، يعني نرجع لورا. طيب، هو انا حاط الكاتب يعني او هي قربت. ايوه كمان واحده، لا كمان تنتين، لا العكس يعني. لا دكتور انت رجعت لتحت، رجعت لتحت. ايوه دكتور، هي بس سؤال مكتوب. ايوه هي دكتور. هي كلمه واحده، شو مش بجديل. كلمه سري مش في الفاليديتي جنراليزيشن، اللي هي لما انه هنا الفاليديتي لازم تكون مثلا ملائمه ومناسبه لجميع الظروف والاوقات. تحتيها دكتور البايس هي التحيز. تحيز. في عندي testing and equal employment opportunity، اللي هي لازم يكون مثلاً الجميع جميع الناس يعني مساويين تكافؤ الفرص، إنهم يحصل على فرصة للعمل في هاي الشركة أو هاي المنظمة. يعني طبعاً في علاقة هون بين testing والإيكوال إمبلويمنت أوبورتونيتي. معنى آخر، في كثير من مؤسساتنا للأسف ممكن إنه يعمل الاختبار بحيث ينجح فيه الشخص اللي بده إياه، يعني الاختبار يكون مضبط، الاختبار بطريقة ينجح فلان وفلان وفلان وفلان، لأنه عارف إنه هذا الاختبار فلان وفلان وفلان بيقدروا يجاوبوا عليه، أوكي. فبصير فيه هنا مبدأ يعني violation لمبدأ equal employment opportunity، يعني ما بيكون عندي أنا القدرة. فمثلا اختبار على سبيل المثال جيمات، مين منكم بسمع باختبار الجيمات؟ لا. أو الجياري، بتسمعوا بالجياري؟ مسموع فيه دكتور. ده طلاب الهندسة هاد دكتور. بالضبط، الجياري مشان تروح على أمريكا تدرس دكتوراه. معتمد بأمريكا أكثر شيء دكتور. أكثر شيء بأمريكا، إذا بدك تروح تدرس دكتوراه في أمريكا أو ماجستير، من طلبات القبول عشان تحصل على قبول بدك تتجاوز امتحان مش بس اللغة الإنجليزية، بل أيضا امتحان اسمه جياري، أو في الإدارة بالبزنس اسمه جيمات. أوكي، هذا اسمه امتحان قبول لشهادة الدكتوراه في أمريكا، امتحان قبول. أوكي، أي واحد بده يعمل دكتور ينعت هذا الامتحان بأنه الاختبار مش فالد. ليش مش فالد؟ لأنه الأسئلة تبعته ما بتقيس الإشي اللي أنا فعلا رايح مشان أدرس دكتوراه. أنت بتمتحني في رياضيات وفي أمور ليس لها علاقة في البزنس، أوكي، وبالتالي هذا خلق ما خلق equal employment opportunity
لبعض الناس خاصة في الدول العربية والشرقية. ليش؟ لأنه الصيني الشاينيز يستطيع أن يحفظ حتى الدكشنري كلمة كلمة، لأنه عندهم يعني. وبالتالي صار امتحان في بعض الجامعات المتفوقة في أمريكا حتى تحصل على قبول لازم تجيب علامة شبه معجزة في الجيمات أو في الجارية. في الجيمات بشكل خاص، الجارية أسهل شوية، الجيمات يعني بدك تحصل على علامة شبه معجزة هاي حتى تجيب أنت 680. في بعض الجامعات المينيمم تطلبه 680. 680 يعني it's very challenging. أوكي. لذلك في بعض الأمريكي مثلا، الأمريكي بيجاوبه. ليش بيجاوبه الامتحان؟ لأنه في أسئلة بتعلق في تاريخ الأمريكي. طب شو دخلنا في التاريخ الأمريكي؟ تعلق في مثلا جورج واشنطن، تعلق في مثلا شخصيات أمريكية عبر التاريخ، فالثقافة الأمريكية. طب أنا شو دخلني؟ راح أدرس سنتين ثلاثة أجيب دكتوراه وروع على بلدي، شو دخلني في الثقافة الأمريكية؟ ففي بايس، والبايس هاي بتخلق إيش؟ بتخلق unequal employment opportunity because of the test. الاختبار مرات بيخلق لنا هذه المشكلة. أوكي يا نور؟ آه دكتور تفضل. هلأ بدي أحكي عن types of test اللي هي أنواع الاختبار. هذا مهم، أنواع الاختبارات. أوكي هاي أول واحدة في عندي test of cognitive ability. يعني هون الاختبار هذا بيقيس لي مثلا قدرات الشخص العقلية أو قديش إنه هو ذكي، يعني مدى استيعابه بالحفظ مثلا، بالعمليات الحسابية، حفظ الأرقام، أشياء بتتعلق بذكاء الشخصي. نسميه IQ. IQ للإنتليجنت لا كوشنت. كوشنت أوكي. الإنتليجنت كوشنت IQ اختصار للإنتليجنت كوشنت. نعم. اثنين اللي هي test of motor and physical ability اللي هي القدرات الشخص كيف انه يتعامل مع اي شيء بشكل يدوي، يعني مثلا بيقدر انه يحمل اشياء مثلا ثقيلة، بيقدر انه يتحرك مثلا بقيادة السيارات مثلا. في عندي كمان اللي هي measuring personality and interest اللي هي مثلا هاي بتتعلق بالاختبارات الشخصية، بتقيس لي مثلا قدي قوته الشخصية، يعني هل هو مثلا إنسان اجتماعي، إنسان قيادي، أشياء زي هيك. وآخر شيء في عندي اللي هي الأتشيفمنت تيست اللي هي مثلا شو حصل بالامتحان، يعني في نهاية في نهاية الإشي يعني شو حصل بالامتحان. achievement test. نعم. العلامة. مش شو حصل في الامتحان. أو إنه مثلاً العلامة النهائية. امتحان بقيس قدرته على achievement، يعني قدرته على الإنجاز، قدرته على التحصيل. أوكي خلينا أكتبها. زي مثلاً عندنا إحنا competency test. هلا في امتحان كفاءة تسمعوا فيه في الجامعة لطلاب البكالوريوس. ما في امتحان كفاءة. امتحان الكفاءة هو competency test. زي الأتشيفمنت تيست يعني هذا ال نعم. بس هيك دكتور أدأخش. الله يعطيك العافية. خلينا نرجع للاختبارات اللي هو الكوجنيتيف أبيليتي تيست الاي كيو. في مقابل هذا الاختبار اللي هو في شيء يجب انكم تعرفوه وانا راح اسجله هنا لكم عشان تعرفوا عليه، اللي هو الاي كيو اصبح في منافس كبير له. يقول لي شو هو هذا المنافس؟ دكتور العواطف، الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي صح بالضبط اللي هو الاي كيو. ايوه الاي كيو. الاي كيو اختصار ليه؟ الايموشنال كوشنت، او نسميها ايموشنال انتليجنس. دكتور اشرحها. هذا جديد دكتور، اول مره صدقا بسمع فيه الايموشنال. اول مره تسمع فيه؟ نعم دكتور. ايموشنال انتليجنس اصبح اليوم في بعض المؤسسات اهم من الاي كيو،
اوكي يعني الاي كيو هو قدرتك على معروف الاي كيو دكتور. نعم لكن الاي كيو اصبح اليوم كمقياس مهم جدا في نسب المؤسسات اكثر من الاي كيو او ممكن نسميه في بعض الاحيان سوشيال انتليجنس. تفضل مين بدها تشوف دكتور؟ انه هون مثلا انه لازم يكون الشخص مرن يعرف كيف يتحكم بمشاعر الآخرين مثلا أو كيف يفهم عواطفهم، كيف يتعامل مع الشخص اللي مقابله. أحسنتي كيف ممكن إنه كيف ممكن إنه يدير الموقف اللي بشكل ناجح. أحسنتي نعم نعم دكتور. عادي أحكي أنا دكتور. دكتور هلأ هو بينقسم لأربع شغلات، هو إنك كيف تعمل لعواطفك، تعمل مانجمنت لعواطفك، تعمل مانجمنت للريليشنشيب اللي أنت عندك إياها، كيف كمان إنك أنت تعمل تتحكم بعواطف الآخرين أو تتحمل عواطف الآخرين، وكيف إنك كمان إنك أنت تطور قدراتك النفسية. يعني مثلاً أنا بشتغل بشركة، هلأ كل واحدة إلها أكتر، يعني هم أربع شغلات، أربع أشياء لازم تعملهم مانجمنت. هلأ يعني مثلاً أنا إذا بدي أشتغل بشركة لازم مثلاً أنا شخصيتي تكون مناسبة لهاي الشركة، لازم أنا أتحمل الضغط اللي بيجيني، مش إنه أنا بكل فترة إنه مثلاً أنفجر عليهم. بدي أتحمل العلاقات التانية وأفهمهم كل شخص، لازم أطور من حالي أول بأول حسب المكان يلي أنا موجودة فيه. وغير هيك إنه كمان إذا أنا كنت ليدر أو كنت مؤثرة بالناس الموجودين لازم أحاول إنه كمان أعمل لهم مانجمنت للعواطف تبعهم. أحسنت أحسنت. يعني خير قائد في الإيموشنال إنتليجنس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده درجة الإيموشنال إنتليجنس عالي جدا، أكثر واحد فينا يمكن في الإيموشنال إنتليجنس في الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو أنك كنت سمارت in managing your emotions. فكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يتحكم في انفعالاته وفي عواطفه، ولم يكن يغضب من العواطف طبعا، الغضب طبعا، الغضب والحب والكره والحزن وهي الأشياء اللي هي مبعثها ومركزها القلب. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب إلا لله سبحانه وتعالى. أوكي. ليش؟ كان عنده emotional intelligence، كان يتحكم في عواطفه ويتحكم في عواطف الآخرين. يعني عواطفك لما أنت بتحكم فيها وانفعالاتك، أنت بتحكم فيها مش وأنت مسكر حالك بغرفة ومغلق على نفسك، ممكن، لكن أكثر شيء بتكون في مواجهة مع شخص آخر تريد أن تنفجر في وجهه وتحدث له مشكلة، وبالتالي ينجم عن ذلك خسارة مادية أو خسارة اجتماعية أو خسارة معينة إذا ما في ذكاء. الذكاء العقلي يحقق له مكاسب في الفهم وفي الربح وفي الخسارة. الذكاء العاطفي بيحقق لنا مكاسب أكبر منها في القضايا الاجتماعية، ونكسب الآخرين ونحقق ما نريد منهم من خلال عواطفنا، من خلال التحكم في عواطفنا. فبدي أكون المحاضرة الجاية كل واحد فيكم يعطيني مثال عن مثال من شخص آخر أو منه هو أو من أي حادثة عن كيف تمت عملية التحكم أو الإيموشنال إنتليجنس ونجم عنها حل مشكلة، تفادي لكارثة، كسب مكسب صفقة، مكسب شيء معين. لاحظوا شو بيحدث مثلا في بالصريح مثلا من مشكلة. في حد عندنا من الصريح؟ لا أحكي زي ما بدك خذ راحتك. لا ما بتحكي شيء، لو كانوا كلهم موجودين أهل الصريح على عيني وراسي، بس بتحكي إنه جزء منهم، ناس منهم، أشخاص اللي حدث بينهم بين عشيرتين هو ضعف في الإيموشنال إنتليجنس، ضعف في التحكم في أعصابهم في عواطفهم، بحيث ينجم عن ذلك حلول، وبدل أن ينجم حلول نجم كوارث، إنه ناس بيقتلوا بعضهم أو بيعتدوا على بعضهم بالضرب وبالإطلاق النار، وكل هذا نتيجة إيش؟ نتيجة الإيموشنز. ابحث عنه، ابحث عن اللي صار في الصريح، تجد نتيجة
انفعالات لم تضبط ولم يضبط أصحابها هذه الانفعالات، وبعد فوات الأوان بتجد كل واحد فيهم يتمنى أنه قد ضبط هذا الانفعال الذي لم يأخذ منه إلا أن يعد للعشرة. يعني معنى آخر، لو عد للعشرة يجوز ما يكونش قد دخل السجن وجلس في السجن 10 سنوات أو 5 سنوات. لو عد للعشرة معنى ذلك ضبط أعصابه وانفعالاته، كان ما قتل الشخص أو كان هو من قتلش أو كان هو من طخش أو كان هو من جرحش أو إلى آخره. فبالتالي أحياناً الإيموشنال إنتليجنس ضعفها أو قوتها يؤدي إلى كارثة أو منع كارثة، يؤدي إلى كسب صفقة كبيرة جداً في البزنس بين شخص آخر أو شركة ثانية، شركتين ممكن دول ممكن تتعامل مع بعضها، رؤساء دول يتعاملوا مع بعضهم، وممكن يصير بين هذه الدول مكاسب كبيرة وعلاقات كبيرة جدا تجارية نتيجة ليش؟ نتيجة الإيموشنال إنتليجنس بين القائد هذا والقائد هذا. دكتور مهم جدا، تفضل يا هاشم. لطفا منك. يعني هي نفسها بنقدر نحكي هي الإيموشنال، هي نفسها الكوميونيكيشن سكيلز، يعني هي جزء منها. نعم، يعني الإيموشنال هي جزء من الكوميونيكيشن تعتبر. نعم. علي نسمع صوتك. علي، لا علي ما سمعنا صوتك. فيصل سمعنا صوته شوي بس، ومحمد مش موجود معنا اليوم. علي أين أنت؟ طيب، إذن الوقت شارف على الانتهاء، ممكن نعطي فرصة لآخر مداخلة قبل ما نودعكم وتودعونا، أو آخر سؤال. يا حد مين قال أنا؟ يعني دكتور تفضل يا هاشم، لطفة منك. يعني هي الإيموشنال مثلا أنه كيف مثلا أنا كموظف مثلا خلينا نحكي بأوتيل بشتغل بأي شيء، بهاوس كيبينج، باللوبي، بالكذا، بالسيكوريتي، كيف مثلا ممكن أنا أنجح بالتعامل مع كاستمر معين، موقف معين، علشان أحقق مكسب للمكان اللي أنا بشتغل فيه. يعني بكل الأماكن بالعالم دكتور، في عنا ناس مثلا ممكن تتعامل بعقلية ثق لايف، خلينا نحكي إذا سمعت بهالمصطلح دكتور لطفا منك. سوري، إيش هو الثق لايف؟ إيش يعني؟ يعني اللي ماخذ الحياة إنه هو المسيطر دائما، هو اللي يمشي قراره، هو العقلية اللي بتعيش زي كأنها فوق القانون، خلينا نحكي هيوبرس بسمه. هذا الحكي منتشر عندنا كثير في بلدان الشرق الأوسط بشكل واضح ترى. نعم، لذلك بتلاحظ إنه إحنا نتكلم عن الاختبار هذا، مين اللي بيهتم في هذا الاختبار؟ شركات اللي بدها تعين ناس في فنادق، في مؤسسات بتعامل مع كاستمرز كبار زي بنوك مثلا. هلا اذا كنت انت بتشتغل مثلا في القروض في بنك او في مركز معين في احد البنوك بتعامل مع بيج كاستمرز، بهم الاختبار لما تختبروك يعملوك اختبار انك يو ار ايبل to talk to people in an emotional intelligence way. Why? Because if you are not, you lose business for the organization, for the bank. كثير من الموظفين البنوك نتيجة لعدم لباقته وكياسته في التعامل مع الكاستمر بيخسر كاستمر بيعمل بزنس مع البنك بمليون أو مليونين أو 5 ملايين، بيخسره البنك، بيخسر واحد بتعامل معه بخمس ملايين أو 10 ملايين، شركة كبيرة بيكون. اوكي، نتيجه ليش؟ نتيجه لان موظف القروض او الموظف اللي مختص في الاكاونت تبع الكاستمر هذا ما كان عنده ايموشنال انتليجنس، ما استوعبه، ما امتصه. وهي العلاقه في الريزيلينس اللي حكيت عنه سابقا. مين حكى عن الريزيلينس؟ الريزيلينس هي قدرتك على التحمل. علي الريزيلينس هي قدرتك على التحمل، امتصاص الضربه، امتصاص الموقف والخروج منه منتصر. احيانا فلها علاقه كمان في الايموشنال انتليجنس،
هاي النقطة. طيب إذن رامة تفضلي. دكتور بس بدي أحكي شغلة مشان الإيموشنال إنتليجنس. أنا بقدر إنه أرتب لقاء مع شخص كل شغله خلينا نحكي قائم على الإيموشنال إنتليجنس وكيف بيستخدمه بإنه بالشغل وكيف بيأثر وكيف إنه يعني إنه هو إشي أساسي بالشغل. إذا بتحب ببعث لك المعلومات بعد المحاضرة. ممكن يعطينا في المحاضرة القادمة خلينا نقول 15 دقيقة. إحنا ما بنتحمل بصراحة نجيب واحد محاضر to take the whole class the whole session. لا أنا كان قصدي إنه يعني خارج ممكن عادي أوكي تمام لا بالمحاضرة القادمة لأنه ممكن نستضيفه مثلا ربع ساعة 20 دقيقة. عادي هو الشخص أمي. يا سلام. طيب هلا نادي عليه قول له تعال. ما في مشكلة دكتور. متواجد والله. مش طيب. متواجد بالبيت يعني. شو هي يعني مدربة شيء زي هيك شو هي بتشتغل بشركة ما بفز على سامع فيها اسمها DXN فهي توب ليدر بالشركة وأعلى في يعني في الشمال ثلاث محافظات هي يعني الليدر تاعيتهم يعني يعني إحنا we will be very excited. في فكرة دكتور مروة وهاشم أتوقع التقوا فيها وبيعرفوها فبيعرفين كيف هي بتأثر بطريقة فظيعة على الواحد. خلاص بكفي انت يعني وانا بشهد هذا الكلام دكتور فعليا خلاص نعم. خلاص your mother will be with us next class ان شاء الله she will talk to us about emotional intelligence. ما في مشكله ابدا. طيب دكتور ممكن احكي شغله قبل تفضل. ما ننهي تفضلي. دكتورة هلا أنا يعني بشوف صراحة إنه الناس لما يعني تركت الآي كيو راحت على الإيموشنال إنتليجنس صراحة إنه كان معهم حق لأنه بصراحة أنا مثلا بأي مؤسسة وأي مكان وحتى لو كنت أنا بالبيت يعني إذا أنا مثلا ما احتويت الشخص اللي قدامي أو ما عرفت كيف أتعامل معه ما عرفت كيف أضبط أعصابي أنا هون رح أصفي شخص وحيد يعني حتى لو بحياتنا الطبيعية. وفي بعض الأشخاص زي اللي بتصيدوا بالمي العكرة يعني أنا مثلا ممكن الشخص اللي أنا أكون شخص كثير منيح تمام بس الشخص اللي قدامي ممكن يتعمد حركة معينة أو أي إشي بس مشان يوقعني بالغلط. هلأ إذا أنا كان عندي emotion intelligence كثير ضعيف أو إنه مثلا تهزهز شوي ممكن أنا أوقع بالفخ مثل ما بيحكوا غلطة الشاطر بألف. فإنه هذا الإشي ممكن يخسر الواحد كثير أشياء ويخليه مثلا يكون عنده ضعف بهذا الإشي ويعني ما يتقدم حتى لو كان عنده الآي كيو كثير عالي. وهي أنا بصراحة يعني شخصيا أنا جربت هذا الإشي بأكثر من مكان وهلأ عم بحاول إنه أنا يعني أعلي الإيموشن إنتليجنس عندي بحيث إنه أنا مثلا ما أوقع بالأخطاء اللي وقعتها أيام زمان أو اللي انحفرت لي أيام زمان. صح بس ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بالزبط. اذهب إلى فرعون فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يذهب إلى فرعون. تخيل فرعون يعني وعدوا لي سيدنا موسى أن يذهب إليه ويكسب. ما هو المكسب؟ لعله يتذكر أو يخشى. ما هو المكسب؟ لعله. إذن الإيموشنال إنتليجنس لها مكسب. وما هو الطريقة المنهجية؟ قل له قولا لينا. أوكي قولا لينا. صح دكتور تفضل يا هاشم. سوري بقى إذا قطعتك بس كنت بدي أحكي حسب وجهة نظري الشخصية أكثر ناس يمكن بالعالم عندهم إيموشنال سكيلز هم المصريين. مستحيل يزعلك المصري مهما تعرض للستريس. مستحيل تضغط عليه بشكل كبير وبتلقاه. بينما بكل الأغلب الناس حول العالم لا في عندهم ليمت لهذا الحكي. بينما المصريين متميزين بشكل مش طبيعي. ما بعرف يخافوا يسافروا يرجعوا على بلدهم. نعم كل المصايب فوق روسهم تلاقيهم نكتوا. صح بالضبط نعم دكتور. لذلك يعني أنا لاحظت مثلا
في مناظرة بين أوباما وبين مكين. مكين توفى مات بس في وقت الانتخابات السابقة، يعني قبل أيام انتخابات أوباما مع سابقة، كان في أحد المناظرات لفت انتباهي إنه أوباما جالس في المناظرة ديبيت وجنبه مكين. طبعا أنت في المناظرة بتكون التوتر واصل للسماء عندك، لأنه فيها زي مناظرة مثلا مناظرة ترامب مع شو اسمه رئيس بايدن، مع جو بايدن. هذول هاي كانت ديزاستر المناظرة. بس المناظرة اللي أنا شفتها قبل ذلك مع بين أوباما وبين مكين، ولاحظت كيف إنه أوباما كسب تلك المناظرة. وطبعا بعد المناظرة في استطلاعات للرأي بيقول لك المناظرة كسب فيها رقم كذا وكسب، بيحولوا لأرقام إحصائية إنه كسب كذا وكسب كذا. فكان مكسب هائل لأوباما. بسبب ماذا؟ كان مكين لم ينظر إلى أوباما بنظرة ودية خلال المناظرة ولا مرة واحدة. كان كل ما ينظر له مرة أو مرتين كانت بتجهم وبغضب. أوباما متوتر جواته وما كل هوا، بس ذكي اجتماعيا. كان ينظر إلى مكين بنظرة ودية وبابتسامة في كل مرة يعني يبادله الحديث. هذه نتيجتها كان ماذا؟ كان مكسبه في الانتخابات الأمريكية حتى، لأنه كان هذا الأسلوب اللي يتبعه اللي هو High Level of Emotional Intelligence Under Stressful Situations. يعني Emotional Intelligence أنت مش مطلوب منك مش كثير critical وأنت مبسوط وأنت الدنيا يعني حلوة وكثير وكذا. لا، Emotional Intelligence متى بتكون هي critical وضرورية؟ لما يكون في موقف صعب، في موقف إنه في ستريس، في تنشن بينك وبين الأشخاص اللي حواليك، بينك وبين أمك، بينك وبين أبوك، بينك وبين إخوانك، وكيف أنت تكون ذكي بأنك تنقل الكوميونيكيشن من level of tension level to calm level. وهذا طبعاً بتحاج لإنتليجنس في الكوميونيكيشن، إنه بيحتاج لي breathing، نفس، تأخذ نفس، بيحتاج لأنه تعمل pause في الوقت اللي ممكن يكون فيه بدك تحكي. don't talk under the stress moment. don't talk. take breath، خذ نفس، خذ pause. لذلك بقولك حد للعشرة، بقولك حد للعشرة حكمة ما بنعرفها. معنى ذلك يعني خذ بوز، خذ وقفة لكي تفكر بما ستقول بطريقة تحقق مكسب لا تحقق خسارة. فإحنا كثير من الأحيان نحكي نظريا لكن بالواقع نغلط وإحنا بشر عكوحة. طيب، فرصة سعيدة اليوم، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وإذا في أي آخر فرصة لمن يريد أن يقول شيئا، وإلا تفضل يا سماح. يعطيك العافية. الله فيك. دكتور، في إمكانية المحاضرة الجاية أشرح تشابتر الثاني مع سلايدات وهيك أشياء، يعني بريزنتيشن خلينا نحكي؟ بصير، ما في مشكلة. دكتور صح؟ واحدة واحدة. سماح كملتي؟ لا، بحكي اللي هو chapter 7. chapter 7 ولا همك. اوكي سمح. نور تفضلي. دكتور، اذا بتحب نوزع الشباتر علينا كلياتنا يكون احسن، انه لا كل... عندي اقتراح زي ما سويت اليوم، اللفت اللي عملتيها اليوم حلوه. اللي هو تاخذوا يعني من الشابترز القادمه تاخذوا يعني بعض النقاط المهمه وتوزعها على بعض أو بأي طريقة من الطرق، ما في مشكلة. تمام. يعني كل الشابتر يعني هاي شو اسمها لسماح، ما تأخذي كل الشابتر 7، take certain points that you can discuss strongly and discuss it إن شاء الله. تمام.
شاء الله. أوكي. طيب. دكتور في ديدلاين للمشروع عشان التسليم؟ محدد ببالك ديدلاين معين؟ احنا حددنا متى؟ في على الموقع شفت اليوم عشان هسا بناء على انه الدكتور، لا انا شفت تبع انه شو نكتب اوكي، بس انا قصدي انه هو حاط بباله مثلا لاخر شهر 12 ببداية شهر 1 ولا كيف؟ والله لما اذكر حطيت لكم ديدلاين، ذكروني فيه مين بتذكر دكتور المرة. احنا ميس. من البدايه لما كنا نحكي كل اسبوعين كل اسبوعين، فاخر اسبوعين بكونوا ب 27/12 يوم احد. بالضبط بالضبط 27/12 بكون لسه مش مخلص الفصل. لا مطول الفصل، عارف انت حكيت لنا طيب خلينا ندفشه ل... ل... لقبل الامتحانات الفاينل باسبوع، شو رايكم؟ يا ريت قبل موعد الاسقاط 15/1، شو رايك؟ خلاص ماشي الحال، بس المهم تشتغلوا شغل كويس وتتبعوا الجايد لاينز اللي حطيتكم اياها اليوم. دكتور انا بدي اسالك، انا كونه في عندي جانب عملي من البروجكت تبعي، لانه انا البروجكت اللي احنا عم نشتغل عليه اوريدي في سامبلز عم نشتغل عليها، فهل هذا بتحب نضيفه على البروجكت تبعنا ولا نضل بس على الشيء النظري؟ لا الجانب العملي مهم، فيعني احكي لك عن التطبيق اللي احنا نسويه. وبالنسبه للاستبانه، انت قلت انه رح تضيف على البروجكت استبانه، انا اوريدي ما بينفعني انا ارجع اتواصل مع الناس اللي تواصلت معهم قبل هيك، فانا رح احط بس الريزلتس اللي طلعت معي قبل لما تواصلت معهم، وعلى اساسها رح نشتغل. اوكي خلاص، ما هو هذا يعتبر تواصل معهم، مش جبتي داتا منهم انت؟ بالضبط، انا قصدي انه ما رح اعيدها، عشان اذا طلبت بدي بدك استبانه، لانه انا عملتها بطريقه ثانيه كانت انترفيوز بطريقة انكلودت بالابندكس بالطريقة اللي انت حصلت عليها. خلاص اوكي تمام. اوكي طيب، اذا يسلموا يعطيك العافية دكتور، حكيت نذكرك بالعلامات ما تنساهم. خلاص واذا نسيت دكتور انا شفت الموقع ما عليه علامات. طيب خلاص ذكريني فيهم اذا نسيت كمان، وان شاء الله ما انسى بكرة الصبح. ماشي دكتور، على الساعة 5 خمسة ونص ستة سبعة. دكتور انت حكيت لهم العلامات؟ لا ما حكيت، خمس الفجر يعني؟ انا بصحى على الخمس الفجر بس. بس بكون لسه بعد ما اذن، يمكن على الخمس. خمس بيأذن دكتور؟ لا مغلق الخمس تقريبا بيأذن، يعني بين الستة والسبعة ان شاء الله بحطهم ان شاء الله. وأريدي بحطهم بدهم ساعتين او ساعة ونص to be appear on the system يعني. ان شاء الله تعالى، يعني بكره قبل 10 بكون عندكم ان شاء الله تعالى. يعطيك العافيه دكتور. ولو يعطيك العافيه دكتور، لو نسيت ذكروني. تكرم دكتور ولا يهمك. ان شاء الله. طيب تصبحوا على خير، السلام عليكم. يعطيك الف عافيه. الله يعطيك العافيه. اهلا مع السلامه. نسمي ستوب صح؟